وضع القانون الانتخابي الجديد المتمثل بالنسبية على 15 دايرة أحكام لضبط إنفاق المرشحين خلال الحملة الانتخابية، واللي بتبلش من تاريخ فتح باب الترشيح حتى تسكير صناديق الاقتراع. وتعتبر النفقات الانتخابية هي كل المصاريف اللي بيتكبدها المرشح أو اللايحة، والمصاريف المدفوعة لحساب أو مصلحة أي منهم وبرضاهم من قبل أشخاص أو أحزاب أو جمعيات أو أي جهة تانية، شرط أنه تتعلق مباشرة بالحملة الانتخابية وبعملية الاقتراع وبتحقيق الاتصال بين اللايحة أو المرشح والناخب. ولهيدا الغرض حددت المادة 61 من القانون الانتخابي الجديد سقف الإنفاق الانتخابي لكل مرشح بمبلغ 150 مليون ليرة للمرشح و150 مليون ليرة إضافية للمرشح ضمن اللايحة، ومبلغ متحرك عبارة عن 5000 ليرة عن كل ناخب مسجل بالدائرة الانتخابية الكبرى. فقديش رح يزيد الإنفاق هيدي السنة مقارنة مع انتخابات 2009؟ بالأول كان لكل مرشح 150 مليون ليرة و4000 ليرة عن كل ناخب مسجل في الدائرة الانتخابية. فحتما هو يعني بيزيد بالمعلة، إذا عندك مثلا 150 مليون ليرة وعندك بدائرة تنقول في عندك 450 ألف، يعني 450 يعني مثلا بمرج عيون حاصبية بنت جبال بهالدائرة زاد 600 مليون ليرة. للمرشح الحق باستعمال ماله الخاص بعملية الإنفاق، وفي يقبل مساهمات مالية من اللبنانيين حصرا بدون ما تتخطى السقف الانتخابي المحدد قانونا، على أنه تكون دائما بموجب عملية مصرفية، فيما يمنع على المرشح أو اللايحة قبول أو استلام مساهمات أو مساعدات صادرة عن دولة أجنبية أو عن شخص مش لبناني. لكن قديش ممكن تبلغ كافة تكاليف الانتخابات النيابية هيدي السنة؟ أنا بتصور بحدود $1.5 مليار إذا كان عدد المرشحين بحدود 800. بال2009 يمكن كان حجم الإنفاق بـ900 مليون أو مليار. ولضمان عامل النزاهة والشفافية بيتوجب على كل مرشح وليحة فتح حساب بالبنك اسمه حساب الحملة الانتخابية لدفع كل النفقات عبره. كما رح يكون في دور رقابي لهيئة الإشراف على الانتخابات من خلال استلامة للكشوفات المالية للحملات والتدقيق فيها. لكن هل هيدي الإجراءات كافية؟ ومين في يضمن عدم لجوء المرشح لحسابات مالية تانية؟ وهل الهيئات الرقابية قادرة تغطي الكم الهائل من المرشحين؟ كتير من علامات الاستفهام عم بتحيط بالآلية الرقابية المعتمدة، إلا أنه الأكيد أنه المرشح الأقل انفاقا هو الحل الأضعف لعدم قدرته على تغطية كافة اللوازم الانتخابية. محمد زهوي، تلفزيون نشرة. ما تنسوا تعملوا سبسكرايب على يوتيوب ولايك لصفحتنا على فيسبوك.